انا اللي بسويه هنا بنتج طفرات جينيه نادره بركبهم على بعض عشان اطلع باشكال والوان لا يوجد منها على وجه الارض. طبعا في اكثر من 2000 فصيله من الثعابين، انا متخصص في فصيله واحده اللي هي الاصل الشبكيه. عارف في ناس يجمعوا احجار كريمه، سيارات كلاسيك، بينتينجز، نفس الشعور. قل ثعبان قيمة من ناحية النقدية تقدر ب $200، وأغلى ثعبان كقيمة مادية يوصل قيمتها إلى $20,000. أنا الحقيقة لا، ما بتفق إنه أنا استغل الحيوانات هذه بطريقه ماديه اذا اضطر انه لقتل قتلهم، لانه انا احبهم احياء. انا من انا عمري 5 سنين كنت بشتروح، وقتها ما كان يعني الانترنت ما كان موجود، فكنت اروح المكتبه وكنت بدور دائما على كتب عن الثعابين وعن الزواحف